بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سرير ميد هنعمل منه 4 ان شاء الله. هنشرح لكم بالتفصيل المقاسات وهيمشي ازاي والدورانات اللي تمام. عندنا السرير المتر عبارة عن ظهر وصدر واتنين فخت. انا عامله كده بس مفتوح عشان نقدر نشرح المقاسات بتاعتنا. عاملينه هنا 104 ونركب قشاط من هنا وقشاط من هنا يبقى 106، والارتفاع بتاعه 88 بالقشاطين يبقى 90. وعندنا الطول بتاع الفخذ 188 ونركب قشاط من هنا وقشاط من هنا يبقى 190. عندنا هنا الصدر 104 ونركب قشاط يبقى 106. نفس الكلام الفخذ ده بنركب هنا علفة بنحط عليها الملة. بنعمل هنا دوران. عندنا هنا الارتفاع بتاع الفخذ 28 ونركب قشاط من هنا وقشاط من هنا يبقى 30. بالنسبة للسرير من جوه جوه هيصفي معانا متر. الملة بتاعتنا هتبقى متر. الطول كده هيبقى 190. يبقى احنا عندنا من جوه بعد ما نخلص شغلنا هيبقى من جوه متر، وطوله من جوه جوه 190. من بره بره ده مش مهم بالنسبه لنا. عرض المرتبه متر وطولها 190، تسقط جوه السرير ده. بيمشي السرير كده. تمام، هنشوفه في الشرح ان شاء الله. الصوره هتظهر عندكم ان شاء الله هنا في الشاشه. السرير دوت باذن الله هنمشي معايا خطوه خطوه ونعرف التفاصيل بتاعته بالملي، كل حاجه بتتعمل فيه. دورانات عندنا هنا دلوقتي، دي نفخات بتتعمل كونتر ساندوتش، ودوت الصدر بتاع السرير هيتعمل قشره ارض. ان شاء الله هنعمل دورانات هنا زي ما هيبان معاكم في الصوره، وهنعمل الاواشيط بتاعته وهنمشي كل خطوه مع بعضينا. عندنا هنا في الفخذ في رسمه في الفخذ، هنروح نعملها دلوقتي في الراوتر وهنشوف مع بعض بتتعمل ازاي في الراوتر وهتتشطب ازاي. احنا دلوقتي عند الباشمهندس عبد العزيز وعندنا التصميم بتاعنا، وهنبدا دلوقتي نعمل التصميم بتاعنا على الفخذ بتاعتنا. تمام، خش صور كده على مهلك. ده التصميم بتاعنا، المكنة شغالة اهي ما شاء الله. استاذ عبد العزيز حاجة يعني تشرف يعني ما شاء الله. احنا جينا بيهم اهو من عند الراوتر، هنشوف بقى دلوقتي كروم طلع ايه معانا. بسم الله، دول ان شاء الله سريرين، بس احنا هنشرح لكم سرير واحد والتطبيق ده هيتم على السريرين ان شاء الله. شغل اهو تمام ما شاء الله ولا قوة الا بالله، زي ما هيبان معاكم في الصورة ان شاء الله بتاعت السرير ده. كده هيبقى شكل الفخذ. عندنا هنا ملحوظة مهمة، ده كونتر الساندوتش طبعا بسم الله ما شاء الله حاجة يعني تحفة، مليان كله وكبس جديد. الملحوظة هنا ان الطبقة بتاعت الام دي اف 5 ملي لازم تكون كبيرة. نزلنا هنا 3 ملي واتبقى عندنا 2 ملي. لو الام دي اف دوت الطبقة دي صغيرة مش هنقدر نعمل الرسمة دي، ومش هنقدر ننزل العمق ده، هيبين معانا الخشب ده. دي ملحوظة مهمة. ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونشرحهم شرح، واحنا نشرح على سرير واحد بس نشرح شرح دقيق جدا باذن الله. هو بس محتاج في الاول شويه تركيز معانا على اساس نعرف بالتفصيل، ادق التفاصيل. مش من السهل ان انت تعرفها من اي نجار، هتعرفها ان شاء الله في السرير ده. ده السرير عندنا متر وهنقول المقاسات بتاعته بالظبط. ده من الداخل ملزوق قشره ارض، وده الوش بتاعه التفجيره بتاعته كبيره شويه. ده هيتقشط وهنشرح بس هيمشي ازاي، وهنا في دوران وهيبان عندكم في الصوره بتاعت السرير. هنا
الليفكات بتاعت السراير 2 4 6 8 8 دول يعملوا لنا اربع سراير. وعندنا هنا الوش بتاعه هيبقى ارض والجنب بتاعته هتبقى دوك وفيها سي ان سي تمام راوتر يعني. فاحنا هنشرح بالتفصيل ان شاء الله. ادي عندنا الصدر وادي الفخذ وده الظهر. وهقول لكم على المقاسات بتاعت الصدر والظهر في الشغل واحنا جايين. الرسمه دي هتبقى من بره، هنخليها من بره كده تمام. هنخدم ده بعد ما نعمل الاواشيط، وده التشفيف بتاعنا. التشفيف هيمشي كده بالظبط كده تمام. ودي المجموعه بتاعتنا هتركب في النص كده تمام. هنا عندنا تشفيف للمجموعه وهنا تشفيف للمجموعه من تحت تمام. تخانتين كونتر وهنا تخانتين كونتر. دي سدابه العلفه اللي هتمسك السرير وتخليه زي الحديد. هنا بقى هناخد تخانتين كونتر، قيمه تخانتين كونتر، ونحطهم كده ونظبط عليهم بحيث ان احنا لما نحط المله يبقى عندنا قيمه سنتي ونص سبنج ما يوقعش من على السرير تمام كده. هنشرح ده بالتفصيل مع بعض خطوه خطوه. هنا عندنا دوران، هنشوف مع بعض الدوران ده هنعمله ازاي، سواء الدوران ده كبير او صغير. هنشرح الدوران ده يتعمل ازاي بالبرجل وننفذه هنا في السرير، وهنختار الرسمه دي ازاي الدوران بتاعنا يطلع كبير او ازاي الدوران بتاعنا يطلع صغير. دلوقتي احنا عندنا هنا الفرمه دي، عايزين نعرف ازاي هنعملها هنا. ممكن انت تعمل الفرمه على الخشب، ممكن انت تعمل الفرمه تشتغل بيها وتعلم بيها كده، بس الافضل ان انت تعملها تطبقها على الخشب ونعلم. وقيمه 20 سم هنا ونعلم. ممكن نعملها بالمسطره دي الزاويه دي. عندنا هنا 20 سنتي، هنحط العلامة على 20 في الزاوية الستين، ونبدأ على العلامين دول وناخد خط، وهنا على السوكة دي ناخد خط، ونجيب البرجل أي برجل عندك. من 20 سنتي طلعوا لك 4 سنتي. لو زودت المربع بتاعك الدوران هيزيد، لو قللت المربع بتاعك الدوران هيقل. هنبتدي نقطع ده. هنبدا بالتقطيع. البدايه بتاعتنا تبقى من قبل العلام بسنه. بسم الله. نسيب سواد العلام عشان نبقى متأكدين من القطعية بتاعتنا. حتة صنفرة. دوران تحفة ما شاء الله. ممكن اخد الفرمة دي اللي انا عملتها في البداية واظبطها كده واشوف. تمام جدا عندنا هنا. ممكن اخد الفرمة دي واشتغل عليها هنا. ده العلام بتاعنا. سواء اشتغلت على الفرمة او عملتها بالزاوية على 20 سنتي، بس يستحسن ان انا اشتغل على الفرمه على اساس يطلع كله زي بعض والعلام ده ما يضايقش الاسترج في الشغل. هنبتدي نشتغل عليه تاني بالاركيد. ده الداخل عندنا وده الوش. هيطلع تحفه ان شاء الله. قطعنا القشاط بتاع الكعب من تحت. الخطوة التانية ناخد دي كده وناخد الوش البراني بره. شوك متقطع على الزاوية. هناخده هنا. ده الوش. هنخدم ده. هنخدم ده عشان ما ناكلش بالفارة من هنا. ناكل بالفارة من الوش الداخلي. ده بتخدم عشان ما ناكلش بالفار. دي اهم حاجه هنا. الشغل بتاعنا يبقى مرايه. جنبي مني سفنجه بميه اعرف انا ماشي ازاي. ثبت ده كويس. شغل تحفه. دوت يتشال بالفار. عملنا القشاط اللي تحت الحمد لله. هنا لفينا الحروف بتاعه الاربع سراير، الوش القداماني، الصدر على الفرمه بتاعتنا تمام التمام. ركبنا القشاط اللي تحت. هنشيل دول وهنشتغل في الظهر. ده الظهر
ملحوظه، قبل ما نلفه على الفرمه نعمل له تشفيف الاول. ده الوش بتاعه وده الظهر، نعمل له تشفيف. انا مقطعه عشان ما اخدش وقت من الفيديو. بعد ما نثبت التشفيف هنحط الفرمة على الوش ونقطعه بالتشفيف، تمام؟ نبدأ بقى نثبت التشفيف بتاعه، نجيب غيره ومسامير ونثبته. هنبدأ نغري ونصمم. هتقول لي ده غير ده، هقول لك ده في الظهر مش هيبان، القشاط هيغطي، تمام؟ استحسن ما نكترش الغيره عشان ما يلفش معانا، الغيره بتشد بتخلي الجنب يلف. عملنا التشفيف بتاع الظهر بقى زي الحديد، يعني بص تمام التمام. التشفيف ده عملناه عشان لما نحط المجموعه بتاعتنا تبقى ماسكه زي الحديد، ونركب مسمار 3 سم براحتنا. دلوقتي عندنا هنا الفرمه نشتغل عليها، هنا ناخد العلام بتاعنا. بسم الله. تحفة. ناخد الجنب التاني، لفينا ده. تمام، عندنا الفرمة مظبوطة تمام التمام. ادي العلم بتاعه. هنا بتدوس على ده الجنب بتاع الاركيت ده عشان ما يملش منك كده ولا كده. ده تدوس عليه يأكد معاك الايه؟ قطعنا الجنبين ما شاء الله تمام التمام. ده الوش من بره بتاعنا، دوت التشفيف بتاعنا من جوه، حاجه تحفه يعني ما شاء الله. عندنا هنا الفريم بتاع الجناب بتاعت السرير، الافخاد بتاعت السرير. عندنا هنا حتتين موسكي تحفه، ما فيش بعد كده يعني، ولا البيتش باين، خشب ما فيهوش عقد، الخشب النظيف يشتغل كويس ويعيش. عندنا حتتين هنا احنا مقطعينهم بنخدمهم ونعلم. الناحية التانية بناخد المقاس بتاعنا من على العلام 178، ناخد الحتة بتاعتنا المقاس بتاعنا ونعلمها ودي زيها، هنثبت الحتتين دول. تتخدم 100 100 زي الحديد. نجيب حتتين صغيرين عندنا فخذ مزيكا بسم الله ما شاء الله، شايفين الخشب عامل ازاي؟ انضف شغل بفضل الله. هنركب بقى الاواشيط من هنا ومن هنا، ناخده على البنك، هنثبت من الناحية دي عشان القشاط بتاعنا يطلع أنضف حاجة. هنجيب قشاط زان 4 سنتي، هنقطعه على الزاوية الأول، ونجيب المثلث بتاعنا ونعلم. وناخده على الديسك. جه معانا تمام التمام. نبتدي نغلي. ونشوف بنخدم ده ازاي. ده لما يتخدم كويس جدا ما نحتاجش نعمل هنا بالفرق، الوش بتاعنا يطلع نضيف زي الحريم. بنتحكم في القشاط براحتنا اهو. شايفين الشغل يا جماعة؟ ولا اجيب صنفرة ولا اجيب فارة ولا اي حاجة، تحفة.
شغل على الزيرو. خلصنا ده ناخد بقى الوش ده نرفع احنا مقطعين الحته بتاعتنا عشان نختصر لكم الفيديو. خدم هنا تمام الحته اللي احنا هنركبها هنا تبقى على الزاويه تحت عشان نلف الفخذ ونخلصه. ده اخر حاجة عشان تبقى انت شفت الفيديو كله بتاع الفخ ركب القشاط بتاعه دايرين داير ازاي. قطعنا القشاط بتاع فوق على الزاوية من الناحيتين، نحط الغيرة بتاعتنا الفخ ده عندنا زي الفل. هنخدم الزياده اللي من جوه، المهم ان الواجهه بتاعتنا تبقى نظيفه من بره. هنثبت بالمسامير البورمه، الدبوس كفايه بس البورمه اشد. زي الحديد ما شاء الله. كده احنا الحمد لله خلصنا العلفه وخلصنا الاواشيط. كله تمام جاهز. هنثبت بقى المجموعه، هنشوف هناخد اللقطه بتاعتها ازاي. رفعنا الفخ فوق هنخدمه هنا كده. احنا لو ثبتنا المجموعه هنا هتبقى دي حته واحده، هنركب هنا تخانه ثانيه زي دي، هنركبها هنا عشان نثبت عليها المجموعه بحيث ان المسمار بتاعنا يبقى طويل ويمسك كويس. هنا عايزين نبص هنا كده، هنا لسه هنركب قشار، هيبقى ده بالنسبه لنا خلوص هيدي منظر، تمام؟ بس احنا هنخدم الفخد من هنا، وبعدين هنركب القشار بعدين، تمام كده؟ نرجع تاني للمجموعه. قبل ما نحط المجموعه بتاعتنا، خدمنا ده كويس وخدمناه من هنا من ورا، بحيث ان هو لما يقعد على الارض هنعلم. علمنا كويس هنا. نجيب الفخذ الثاني ونشيل الفخذ ده. ادي العلم بتاعنا. نفس الكلام هنا، نخدم نعلم كويس. شيل الفخذ، عايزين نشوف العلم بتاعنا. العلم بتاعنا اهو باين في الكاميرا. هناخد الحتة دي ونساويها مع العلام ونعلم هنا ونقطع الديسك. نيجي نركب الحتة بتاعتنا، نجرب كده. هنحط المجموعة بتاعتنا هنا، تحتيها أرضية متينة تخنتين وهنا تخنتين، تمام كده؟ نبتدي نثبت دي بقى. نظبط على العلم. بقت زي الحديد. ثبتنا دي، بقى عندنا تخنتين، ناخد الفخذ تاني. تمام قوي كده. هنثبت بقى المجموعة. ملحوظة، المجموعة التثبيت الصح بتاعها ده يبقى في الصدر أو في الظهر، وده اللي يبقى في الجنب. محدش يركب المجموعة كده. المجموعة بتركب كده. تمام؟ ملحوظة تانية، إحنا هنا بنحط دي كده تخانة بسيطة عشان لما نشيل دي تشد السرير. لو ركب كده هيعمل صوت يزيق، انما لازم دي عشان لما نيجي نقرط عليه بالصاموله يشد. معانا سنبوك، ظبطنا المجموعه بتاعتنا، ندي سنبوك ونثبت اللي فوق الاول. كده زي ما قلنا بعد ما ثبتنا اللي فوق، لو شلنا حته الابلكاش دي المجموعه هتشد الفخ دي ما يعملش صوت ويبقى تمام التمام. نبتدي نعلم الحته اللي تحت دي ونثبت دي. العلام بتاعنا اهو.
المسافة اللي هنا اللي احنا سايبينها بالابلكاشة دي عايزين نعرف فايدتها ايه. دي اما نيجي نركب ده كده كده يبقى زي الحديد. الفخ ده هو ثابت تمام التمام لوحده ما شاء الله. زي الفل ما شاء الله. احنا شرحنا على الصدر الصغير، هنشرح على الصدر الكبير. شيل ده، ده الصدر الكبير. الصدر الصغير كانت التخانه راكبه فيه هنا، الصدر الكبير ليه تشفيف من ورا، يعني التخانه بتاعته من ورا. هنخدم الفخذ ونركبه على صدر. ظبطنا الفخذ بتاعنا وخدمناه تمام معلم عشان نشتغل على العلامه. نجيب المجموعه. احنا متفقين ان هنا في تخانتين، تخانه من تحت وهنثبت على طول، مش هنركب حته عشان ده الضغط. طبعا الشرح ده احنا شرحناه يعني هنعمله كده في السريع. بنجرب الفتح تمام متخدم، اتاكدنا من شغلنا. نفس الكلام ده بقى هيدور على السرير كله. عندنا اربع سراير ما شاء الله. هنشرح بقى نركب الدوران هنا ازاي. جبنا شويه ام دي اف 3 مللي قطعناهم يلفوا معانا غيره خفيفه. ناخد الظهر ده على البنك قطعنا شويه تكايات. هناخد اربع حتت تخانه القشاط الغرة. غرقناهم غرة. هنحط شوية غرة تقيلة. نظبط ايدينا في النص. ناخد التكايات. نتني. نتني تاني. كده تمام زي الفل. بناخد اربع حتت نحط عليهم غيرة من ناحيتين، ثلاثة نحط عليهم غيرة من الناحيتين. والاخيرة دي غيرة تقيلة. تمام. نبتدي نميل. بالنسبة للتخانة الرفيعة بقى اللي هو 18 مللي تخن الكونتر، عملنا برضو نفس الكلام ده، أربع حتت رفيعين وهنحط هنا غيرة. نثبت بالدباسة. بعد كده تكاية صغيرة. كده عندنا هنا الدورانات دي ركبناها واستنينا لما تنشف، وتاني يوم هنفكها ونشوفها مع بعضينا. شايفين ده؟ ده لسه ما اتعملش. نشوف بقى ده هنشطبه ازاي مع بعضينا. هنفك التكايات كده بقى مع بعض واحدة واحدة، أسهل مما يمكن اهو.
نعمل مثلث. بنقطع هنا العلامة دي عشان ناخد الإشارة بعد كده. بنقطع إشارة. تمام؟ ده الوش بتاعنا اللي هو أهم حاجة. هنخدم هنا وبعد كده هنشيل دوت مع بعضينا. بتاع الجنب نفس الكلام ده في بقية السراير. بنخدم ده بالفرق. نحط الكنفرة. تمام كده؟ زي الفل. كده تمام؟ زي الفل ما شاء الله. اخر حلاوه. والدوران بتاعنا هنا تحفه. نبتدي نكمل بقى الجنب ده. في الاخر بقى بالراحه عشان ما نشيلش القشره دي. ايه رايكم يا رجاله؟ كده الحمد لله تمام التمام. دورنا وتخدمنا زي الفل. بالضبط. ده الوش. بنظبط المله على اساس تيجي على مقاس السرير بالظبط. اي زيادات فيها نظافه تقطع على الزاويه. مولة زي الفل. الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمنا وخلصنا الاربع سراير. احنا كنا قايلين في اول فيديو سريرين، بس الزبون طلب سريرين تاني نفس المقاس، فالحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا. تمام. بص على الشغل بتاعنا. العلفة بوصة و18 مللي، يعني حاجة تحفة. اواشيط تخديم سي ان سي، وش ما فيهوش جرح ما شاء الله. خلصنا هنا الصدر والظهر، عملنا الدورانات. نبص كده من قريب. بسم الله ما شاء الله. السراير الصغيره، ده الظهر كبير وده الصدر الصغير. اربعهم ما شاء الله، وهنا اربعهم المله بتاعتنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله نشد السراير. هم اربعه ان شاء الله. هنمشي بالراحه واحده واحده. اخر سرير هنشرح التركيب بتاعه والتجميع بتاعه بالتفصيل، بس في البدايه كده هنرصهم ونمشي مع بعض واحده واحده. ده الظهر الكبير.
الستار عندنا ثابت اهو تمام. ادي الفخت اخر حلاوه ما شاء الله. صاموله ما نقرطش عليه الا في الاخر. الفخت التاني اخر حلاوه اسهل مما يمكن اهو. مفيش اي حاجه صعبه. صاموله ده السر. نركب جنب ونقفل. الجنب التاني نفتح السرير نركب الجنب التاني. نقرط عليه ونشوفه. برضه ما نقرطش قوي على اساس جاب النهايه بتاعته خلاص احنا مش هنخلعه من مكانه يعني. هفرجك على الشغل من قريب وتقول لي رايك في التعليقات، ومفيش اي مانع ان انت تنتقدني ما دام مع بعضينا بنشوف الشغل بتاعنا ونعد اي غلط نعدله. شايف الشغل؟ ما شاء الله. ناخد الجنب التاني. شايف الخلوص عامل ازاي؟ ايه رايك؟ شوف السرير من جوه. قاعد على الارض ومتساوي وحاجه جميله ما شاء الله. طب نشوف الخلوص في الجنب التاني. نبص على بقيه الشغل. ادي السرير اهو ده احنا قرطنا عليه. شايف الخلوص؟ شايف السي ان سي؟ ده الدوران بتاعنا. بقيه السراير ما شاء الله نفس الخلوص نفس المقاسات نفس التكنيك ما شاء الله ما شاء الله. عايزين رايكم في التعليقات يا رجاله. نركب بقى المله. نبص على المله. بسم الله ما شاء الله.